تشكيل لازم لازم بقى نبتدي كلامنا عن هذه المباراه. مباراه الاهلي طبعا في حراس المرمى محمد الشناوي، من يمين الشمال احمد فتحي، ايمن اشرف، رامي ربيعه، علي معلول، خط الوسط حسام عاشور وعمرو السوليه، امامهم وليد سليمان وعبد الله السعيد وباكا ووليد ازارو. ده تشكيل فريق النادي الاهلي النهارده لخوض هذه المباراه المثيره والقويه اللي احنا نتوقعها انها تكون كده. كابتن